السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر المعتور أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصناف الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سر وأمري لأمركم متبع صلاة الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم يا صاحب الأمر على قلبك قد فاض البلاء هم بذكرى كربلاء مذ حاصروا فيها الحسين تقرأ غدا بدعاء الندبة أعظم مصيبة مرت على قلب مولانا وألمت قلب مولانا صاحب الأمر والزمان سبي عمك زينب فقتل من قتل وسبي من سبي يا طالبا ثار القتيل اذكره بالبوغاء
حالة مولاي أنت سلمت على جدك السلام على البدن السليم السلام على الخد التريم ملقا من الدم غسيل وهاجم آل الحسين فقتل من قتل وسبي من سبي وسبي مذ زينب جاءت هنا تخطو بآرات عنا ولمحت شمر الخنا بأي حال وقفت على التل الزينبي محال هذه الأخت وهي ترى شمرا جاثا على صدر الحسين ولمحت شمر الخنا جاثا على صدر الحسين يا ابن الهدى النجبا اذكر برزء زينبا مضحثنا درب السبا تمشي مع رأس الحسين حسين 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 هل تدري يا ابن المصطفى متن العقيلة كتفا كأبا وعليا نعم في مثل هذه الأيام بعد كم أسبوع مصيبة الزهراء يا صاحب الزمان يا طالب الثارات قوم فالشوق نادى يومكم من مكة يعلو لواء متى ترانا ونرى متى ترانا نعم يقف بين الركن والمقام مناديا يا أهل العالم قتل جدي الحسين مغلول يا أهل العالم قتل جدي الحسين عطشانا يا أهل العالم قتل جدي الحسين عريانا وحسينا من أمك الزهراء جاء صوت ينادي بالرجاء بأي حال والضلع مكسورا دماك متى ترانا ونراك متى ترانا يا صاحب الزمان في ذلك الركن الحزين قد أسقطوا من الجنين يا زهراء بالعين كفا لاطمة قم وانعها يا فاطمة من يأخذ الحق سواك متى ترانا ونراك جميعا متى ترانا بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله
عزيا وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت حرمك وتوجهت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على السر المستودع فيها يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وارزقنا حسن الخاتمة واجعلنا عاقب أمورنا إلى خير اللهم عجل لولاك